السلام عليكم. صوت اليوم فرحان حيتاش اليوم كان نهار مزيان، كنتمنوا يكون هادشي يستاهل على خير، ما يكون لا بلوكاج حكومي لا والو. وكانت مناسبة نزورو الابتدائية اللي قرينا فيها مزيان، كانت الدنيا باقا خاوية، كان نص ساعة ربع ساعة كتكون سالي. طبعا الإدارة ديالها ما باقي شي حاجة غامضة، ما يمكنناش نحكموا عليها حنا، ما كيفاش غتشكل، واش غتشكل ولا ما غتشكل شي. الامور التنظيميه على احسن مهرام كيبقى المشكل ديال الصوت ماشي على التصويت، هذا الصوت المهم ولينا كنديروه كعاده وصافي، كانك كدير شي عيد اضحى ولا شنو الانتظارات ديالكم الحكومه المقبله ان شاء الله؟ لان لا انتظر شيئا بكل صراحه، نصوت كمواطن، لان غنقولوا انتظارات تكون هذه الحكومه غالبا عيكون واحد اللي داز ثلاثة ولا أربعة خطرات في هذه الحكومة السابقة، ما لا باش ننتظر شنو نشوف جديد ما باليش، ما بالك تسمية جديدة. صوت على كل شيء. ما تقولناش على الصوت، ولكن كيف جازت الأمور ديال التصويت مزيان؟ نعم كل شيء مزيان الحمد لله، هذه أربع مرات. حياتك كاملة؟ مزيان. دابا شنو كتنتظر من الحكومة المقبلة؟ حكومة ما جاش شنو كتسنى منها؟ نتمناو الحمد لله يكون كل شيء الأمور مزيان. إن شاء الله. يكون الرئيس مزيان وكل شيء مزيان. حنايا كنعطيو الصوت ديالنا للناس اللي كيستحقوه، فهمتي؟ باش حنايا كنستناو من واحد يطلع بينا، ماشي حنايا نبقاو نصوتوا على واحد مثلا ونبدلوا الحكومة مرة باش كل واحد والنظرات ديالو، كل واحد والتطلعات ديالو. حنا كنعطيو الصوت ديالنا لمن ما يستحق، اللي يستحق كنعطيو الصوت ديالنا وشكرا. ان شاء الله كنتمناو منهم يطلعوا ويوفروا فرص العمل للشباب ويخدموا هاد البلاد، وان شاء الله حنايا كنتمناو منهم عين الخير، لان كنصادروا حكومه جديده وكنصادروا ان شاء الله يا ربي مستقبل جديد، وحنا متفائلين هاد المره ان شاء الله يا ربي. وكنتمنوا زعما هاد المرشحين هادو زعما اللي ينجحوا كذا، وهادي كيمثل المدينه احسن تمثيل، يعني خص الشباب ديال الشباب ديال المدينه كذا، هذيك اللي ما خدامش خصو يعاونوها وكذا، وهادي انتينا كتعرف المسائل كيفاش عاملنا. شنو الانتظارات ديالكم الناس اللي ينجحوا؟ يعاونوا الشباب وما يبقاش يكون شي جالس، وحق كما كل اربع سنين كيعملوا هذا، حربوا بطاقه المهم حركوا الدنيا، ما تبقاش ناسه بحال صافي. نتمنوا يزيدوا يطوروا بلاد شي حاجه، ينقيوها يخدموا الشباب يساعدوا المحتاجين شي حاجه هيدا، ويكونوا في الثقه، فهمت؟ دابا حنا ساعدنا الشباب يصوتوا يطلعوا يبدلوا يعملوا افكار جدادين وهذا، فهمت؟ وكنتمنوا يكون خير ان شاء الله، ودور بكازو مزيانه، السلطه تعاونت معنا، كل شيء بخير اخا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.